الحقيقه برضو اللي لازم يعني نتوقف امامه محمد الشناوي. يعني محمد الشناوي برضو يعني الحقيقه يعني على راي حضرتك وانت بتقول في ماتش البرازيل لو ما كانش محمد الشناوي هو اللي واقف كنا خدنا 5-6. ايوه طبعا طبعا. ففكره ان الشناوي الحقيقه يعني ايه خير من يحرس عارين الكره المصريه بشكل عام. يعني انا عايز اتكلم عن الشناوي. الشناوي لما جه يلعب للنادي الاهلي فعلا ده كان في مصلحه الشناوي بشكل كبير جدا. خلي بالك انت لما بتمثل كيان وكيان قوي جدا ده بيحملك مسؤوليه كبيره. اكيد. يعني الشناوي لما يبقى مع 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 الحراس المرمى اللي كانوا قبليه ويجي يحرس عرين النادي الاهلي بيبقى عاوز يقول للناس كلها ان انا احسن من اللي قبليا او اقل حاجه مش اقل منه اضعف الايمان يعني. وبعدين بيوقف حارس مرمى لنادي بيلعب على بطولات مش بيلعب على ان هو هيبقى في منتصف الجدول او الكلام ده كله. لا ده يعني عليه مسؤوليه كبيره جدا. مستواه تطور بشكل كبير جدا. وعلى فكرة احساسه بالمسؤوليه برضو ده يعني من ضمن المشاهدات اللي ممكن الواحد يشوفها في صوره زي دي اللي حضرتك لو بصيت معانا على الشاشه يعني بليغه جدا. طبعا بليغه جدا. زعلان قوي يعني. عمار كان زعلان جدا طبعاً. الواد اكرم توفيق كان زعلان بشكل كبير. في ناس مش فارقه معاها راحت لعبت وتفسحت وراحت اليابان وشافت اليابان ورجعوا. لكن ده بيبص على انه هو عاوز يحط في رصيده طبعاً. بطوله طبعاً. فطبعا شوف المنظر بيبقى شكله ايه. وبعدين قيادي طبعاً. وحارس مرمى جيد جدا يعني. انا بصراحه بشكره جدا على الاداء هو كلنا الحقيقه بس يعني بنضم صوتنا لصوت حضرتك طبعا.